سلام الله عليكم أخيارتي يا صاحب بدها وذا نجلا صعدوا ميل كستوا جوكتان سودو وذا كنا سودو وذا برنامج بناء أرمها برشدة أنكم من عسنا يجارهان إسكوبوقي مالمهن تاجنا أو أنفيليو أنتي سبلا بناء هرجيس إنه كيمد يعني بوقري أرمها برشدة وحنو كلا قادي دونا إن شاء الله تعالى صدح قيبو شيخة منى وركي نين فقيريان لقورسن وحا كدن بي أما يعني مارك تايتو كدن شي بوق آد اتربلا رقيو نباس لكعي نيوالي بوحو دونا أيو كوهدلي هاوشي وحا نغطي ملاهي رقيا الدمر دفاعيا ويرارا أوكي وحن كوحي تشندونا إن شاء الله تعالى نكال لقوم مقعاب داعي صالح أو أن إسلاية هاي قبلها إيو دمرك سومالية وقفي دمرك مطهرة دينا وفيرين دونا إيقنا بالحدة وحي آن كرده كرو آن كوب الله بان شيخ دمونا وسود وين يهرتانو هو يسومالية هوين يسومالية أو إن باللودي أما هدي أول هري أيسيه وسهول الشرتهات أن عد كذا كرء قاضي ومحام كده هاي تو وعي جرين تدلني يلا ذا أريمه جور كي وحيارا نوع عاسة يعني كش قينيسة وطلبوا هناك سوي رنتي وأنا سود وين يا وحن ليه هاي ووح الرب هنا هو يوين فهم يا دقن كي الدين تسوبن إسلام كا إن يسوب حان برشدي وعي جريان وايو هو يوح براتي وبرشا وح براتي قف كنا مركا وح برتو دقن يا مادي مكا ودوني هنوغ دي وحو كب اللابا قريسة بيسكو كسو باللابا أساس كي يعني قريب عرور تيسة مركا وصوها جاتشيو صو تربيهيو وحو اقود با مركا حافظها الدريسك أكدبنا كلبا ماشي صورة قلقة إلا إيو يعني أو أنفع برشدي أو دكي أو بطو كديرانانتا إيو سيدا قيم كالي أي أغا هذا الشيء يعني محاضرة دي لاحدي دي أرباها برشدي ومتسو دوين دوين أوكي شيخ دمونا واحد هذا الأيتري أو سوين يعني رقا سومالية دا يودي بسدين aad ay uga maareeytaa falceliyeen aad ay uga qeyl yar uga qeyl dhaamiyeen hadalkaasi oo aha yaani dumaro ama gabdho ragga faqiriinta ah guursanina nin faqiir ah guursan iyadoo waliba qeyreysan oo qeyliyeysa yey ku celcelisay ha guursanin nin faqiira horta tamar kala fiiriyo way ka hadashay raali gelin bay ka baxaysay mar haday raali gelin ka baxaysayna waxa looga daba tago loo si jiidahay و يعني وخلط يو وحن كوها بونين يعني ماشا ويو قفكو صح يا خلط وحدوني بقى يو تشدد ودوني بقى هكالا هادي هدي وحي كد عيقو كد بطاقو إلا سيدة بس عضب معاها لكن ما دام اي كا هذا شيء وما أركينين أنا هورتا خلط أما قفقين يا حي ويو هورتا قف فقيرا متشو إلهي سبحانه وتعالى أيا بني آذن كان أبوري قف كست وبري آذنا أنت ونول يا إرساق ذا وعنيو الله كفارة قاضي هداد دلاشو هداد أردو هداد بودو هداد لعضو وحن ربكو قدر مايا صمار ذو وحن كلاو شرتي يعني مهما يكون مهما ذو يعني يدور أبنى عيدا دلال كفير نايسا لكن دلال كست وفاكينتا ألي iyo qoraalka alle wa dadaalaysa wax alle ku qoray ayaad la kulmaysa oo ku guuleysanaysa marka in la dadaalo way fiican tahay xaq la laaban xoolo kuma yimaadaan bay Soomaalidu yiraahdaan wa dadaalaysa dadaalkaagi iyo isku daygaagi qoraalkii alle ayaa ku waafaqaya halkaas ay wax ka imaanayaan qof faqiir marka ma jiro malaa'iga hooyadu waxay u jeeday dadka nolosha ka dhacay ay u jeeday kuwa qayilaya kuwa maxaanku idhaahdaayto balwadaha kala duwan noocay dooni ba hanuqdaane yaani dadaalkoodii iyo dadnimadoodii iyo kartidoodii oo dhanba ay gabaabsiga noqotay rajadooduna ay yaani
هو سيسو قبلوها كهاللي منا سلاسة نورتان وقرطي يعني قفك ضدك بالولاها لي أما تشاتك ها هذا وحيا لك لها هذا انت بضن أما قارب بضن أكمي ذا سيد اللوقي هي ما أهدد وحيسته وأدد نور المعلمات كالله ديريرا تاسا مركا يعني إسلاية هي ما مدى ويكوكا لفتي أو يعني ويكير سيسي هذا الكا نعم بضن وإسكشاكي سنة iyoko maxaan ku ilaadaayay to aan horey yaani meel buu ugu soconay laga yaabo in iska soo taagnaa kuwi ba qil ka dhigtay gabdhihii baan lagu diray haweenkii baan lagu diray halkaas ka taqar badan aniga naftirkayga waa isarana waxa ku ilaaday waxay dhahaa gabadhu waxay tiri Soomaaha uu dumar oo rag faqiirka ah guursanaha har jawaabaha idin ku filanay taasi idin kuna oo maxay tahay هوينك بور بورن رجوا هجور سنين ده يعني وهذا ذو أركتان قبل ذو إن إن رد قال ما يسو إذا كنا دجال كنا على كلك سو قلا وحبها إذا إننا أنت سوي سكتان وحد هذان هوينك بور بورن يلا جور سن وحنا لنا يا كل يتشابين أو هكجابين إن وعي جرينت البروشلا الله وليبا احترام يدين تسلمك قدرك يعني كوبنان ما كوها بونا سيدان فيلا يو كامروين كيو محانكو إلى هذا توحي لها النوع عاصة دمر كواي الله حفظي دمر كواي حفظنا هذا وين مرول با عد كوذا إيو محانكو إلى هذا تو عدتو ذو أي حديدين يهين وي قبل المسلمات دا أساسا اللي قربا عد كيدا يعد كيدو بإنا حديدين يهين مركا كفوغو انت بدن كامرا داها إيو مكرافون نادا أو سمي قوبو وحبرشو قوبو وعي قلينيت oo kaamarooyinka iyo inta badan ay ka dheer hadaan idinku isduubaysan dhexdiina waa sax hadaan idinku dhexdiina isduubaysan bogaga aad leedahay aad ku baahineysaan cidii markaa ka qaadanaysa meesha aad ka qaadato laakiin markaa ka hadlayso diinta islaamka dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda waa in yaani kow adigu aad iska bilowdo oo waxan ma ku haboon wixii iyadoo xalaal ah ayaa haddana waxa laga yaabaa yaani dad inay si kale u fahmaan مالك الدنبال أركو هوين برا لتاجن لامية ده ميكروفون ما تاسونا ما هبونا بركة واحدا يعني مالك تايتو إن يين هرسي محاضر وين كاجا رجع يو دمر ككلا الصوماليات دمان تود بتاجن وعي جرينت البرشة الصوماليين ماشي دونا بهتشو جاني وسود وين يا أنو تلابو ونكسن بانو أركا ليهنا بانو أركا لكن حدودة وين اللقى تلابين وان اللقى بحن وشريعة الإسلام كأكاد ليسان يدقن كوناكسن وين تكسي فودان ووحبضا أدمارك تايتو حيريسان أوكي داعي صالح داعي صالح أنو وركي سوا الديبي بلشدو وحيلي هذا أساس بيلي هذا بلشو أن أساس لهين من نقطة بلشو وحا أويراري داعي صالح dibi badi warshadi iyo wax soo saarki iyo dadanki iyo qiimihi bulshada Soomaaliyeed ayuu weeraray rutina aduu yahay de sheekh ama qof ehel diin aanu aqoon badan ma leh ninkaasi yaani khaladaadka wala dareemi kara laakiin aragtimu ka dhigaya isagu si lamida gabadha maxaan ku yiraahdaa ayto aragtidi ay dhiibtay ila ragu uga qeyliyay ayaa isagana tiisi waxay noqotay tu أد لغة مارتي بالقشة يعني واحد حاجرة سيدة ذبا إن لقاها الله يسنها شخص قف ولقاها لكرا كوح ولقاها لكرا لكن برشدا إن لا مارتي تعبيو لقوحد قدبو وحنو أركا قف إيا خلط إيا ملكا دع أد وين شاخو حيري هوينك الصومالي و كوليتا هوينك الصومالي و كوليتا هذا كيسا مال ير ان يرو شاها يكو قضيان ان يرو شاها مال الفرديان ان يرو بحانكو إلى هدايتو ان كي بحاشي اهي مال الفرديان هده ونو بحي كو توك سنة يام بويري يعني نيكي با صدح اغفورا مال كدعو هو يعرور كورينيسا oo duruufi keentay oo kiin nin aha meel la kaga dhaqaaqay
ee masuulka Alla uga dhigay ceeltaas ma laha hooyad hooyadu sharaf bay leedahay adiga naftirkaaga daaci saale waxa laga yaabaa in lagu soo koriyay meel yar oo in yar oo shaah lagu gaday ee meel yar hadii adiga yani aabba fiican ku dhalay dhaqaale haysta meel wanaagsan aad ku soo kortay inaad malaayiinta Soomaali 900 kiiba bulshada Soomaalida ee waqtigan jooga hooyooyinka ayaa gacanta ku haya raggii noloshay ka dhaceen raggii waxay noqdeen kuwo qeyr mas'uuliyiin raggii waxay noqdeen kuwo aan qaadi karin xilka iyo mas'uuliyadii Rabbi dusha u ka saaray sayad gabdhaha marka ugu ceebayn kartaa ugu gafi kartaa ugu dhihi kartaa haweenka Soomaaliyeed waa kuwa liita ma liitaan haweenku adaa liita kuwa kula midka aha liita kuwa dhaqanka iyo akhlaaqda iyo qiimaha aan lahayn baa liita haddaad guri fiican ka soo kacday hooyo fiican ku soo barbaarisay seed ugu dhiiratay inaad hooyo Soomaaliyeed aad wax liita ku tilmaanto yani gaf ka weyn oo la geli lahaa ma garanayo yani bulsho laga geli lahaa haddana mid iyo koox iyo labo iyo saddex midna kuma aadan ekaanine haweenkii Soomaaliyeed baad war haweenka Soomaaliyeed sharaf bay leeyihiin karaamay leeyihiin qiimay leeyihiin waa kuwa ku dhalay say kugu soo koriyeenba naaska ku soo siiyeen dhabta ku soo saaray kaa ilaaliyay wax kasta oo hadima ah waxa maanta aad tahay kaa dhigay waa kuwa kula dhashay ee hooyada macaan ay dhashay waa kuwa ku dhaxa ee yacni mujahid hadal haween qabto saa ugu maadan dhiiratane yani hadal qabtana dee mar waad gaftay hadii kale mar walba waad gaftay laakiin hadalan qabinna waa kuwa aad doonaysa ma waxaa rabtaa inaad Boortaqiis guursato see gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed ugu qudhay liidasho liidnaan yaa ka sharaf badan yaa ka qiimo badan yaa ka karaamo badan gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed soo kuwa aynu aragnay ma aha booska ay ka soo baxeen iyo halka ay bulshada Soomaaliyeed gaarsiiyeen soo kuwa raggii Soomaaliyeed markay qaarna bahalada noqdeen qaarna ay alkoolistayaasha noqdeen qaarna wax la garan waayey ay noqdeen soo kuwii soo baxay maaha soo kuwa hooyooyinka iyaga oo maalin walba rafaadsan korinaya ubadka ee soo saaraya bulshada qiimaha leh maaha soo kuwa qaran joogta ama qolqol joogtoodu ay dusha u riteen kafaaraqaadka awraadooda iyo bulshadooda maaha soo kuwa gurba joogtooduna maalin walba soo dirayo wax ee ay ka dhiman weyday bulshada Soomaaliyeed soo ma aha haweenka Soomaaliyeed kuwa maanta markii la yiraahdo sadaqada yaa la baxaya wax walba iyagu bixiya soo kuwa masaajidda lacagta ku bixiya maaha soo kuwa ceelasha qoda maaha soo kuwa hooyooyinka iyo walaalaha iyo kuwa tabaaleysan ee qaybteenna ah caawiye ee taageera soo maaha hooyo Soomaaliyeed baa waxmaan leh hooyo Soomaaliyeed ayaa loo quuri karaa way liidataa ma garanayo khalad iyo gafka weyn oo wiil hooyo ay dhashay uu dhihi lahaa hooyo Soomaaliyeed wanaag mooyaane waxmaan male hooyo Soomaaliyeed sharaf iyo karaama mooyaane wax kale male hooyo Soomaaliyeed ifka allaha ku janneeyo kuwooda dhintayna alle subxaanahu watacaalaa jannatul firdaws alaclaaha ka dhigo makaankooda waxay inooga baahan yihiin taageero dhiirigelin garab istaag iyo in aynu u muujino naxariis hooyooyinka Soomaaliyeed meeshay doonaan baha joogaan waxay inaga mudan yihiin dhibka hooyo Soomaaliyeed ay inala soo martay inaan xasuusanno marka aan aragno hooyo Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaysa duruufaha iyo waqtiga adag ee lagu jiro inaan ku diganno inaan cayno inaan u badheedno nagama qabato kun iyo kow jeer waan ka raalli gelinayaa hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeedba waan ka raalli gelinayaa gafkaasi badheerka ah meela diinta Islaamka iyo dhaqanka wanaagsan aan ku lahayn waan ka raalli gelinayaa hooyo mar walba waa hooyo hooyo wax ka qiimo badan ma jiraan hooyo waa sharaftii bulshada Soomaaliyeed waa kuwa maanta waxa aynu nahay inaga dhigay waa kuwa Soomaalinimadu ay ku dhisan tahay waxaan leeyahay marka gaf kasta iyo meel ka dhac kasta oo la idiin geystay ma geydaane kun iyo kow jeer raalli ka ahaada
داعي سارحنا أركتيهم بو إساقو ديبتي أركتي آد أوحن باي آهيد رالي قرينها كربحي وأرجع أركتي دايدا قبل سوماليين با كني دي ويكب قبتين ويكحناقين وليبا وحايس بربر ديجين شيخة منى يداعي سارح شيخة منى يو داعي سارح بيس بربر ديجين أيها أوكاد البنية يعني وسير كارمها الدين تي وقافت سومالي لان إن ننكن للا حساب تامو أرهي اللي دولين وبحيو إيه أصيلو كارانا كو إيضاين إيا وسير كاسي إن و يعني شيخ دا قل انتا كسو حليو إرهي اللي قلن بحيو إرهي اللي قلن قصب وچوبة وبحيو هورتا قبل هنا سومالي يدو وان لدين سلام إيا شرف إيا كرامي إيا عزي باد ليدهين خلادات إيا قفك ليدين كقل إيانا ما آه الرقة سومالي يدو واحي يسكرو العسيهين يعني الرق بئس باتشرة dhacdooyin kale ka soo gaaraya kuwaasna horta raali ka ahada gabdhaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ba ogaada bulshadan idinku inaad la dhabar u tihiin khald baa idin ka dhici kara wadin ka iman kara wax walba tihiin laakiin mar walba hoggaankii bulshadan iyo dhismaheedii waa idinka ha ku sii taagsanina marka shakhsiyaadka khaladaadka iyo gafku ay ka dhacayaan haddana magaca ragga Soomaaliyeed wata ma matalan ragga Soomaaliyeed رجل سومريين رجل بدنو حنبا كجرا لكن هذانا رجل بدنو في عم باجرا مركا وولالكين وابيهين وكادو دحران وكادين لدى الشيء وكوا مر والبا حبت كايدين قراع دا ان شرف يا كرامة اياد اكتن لدى كلي ديهين كين كوين يرير يا كوين واوين يا كوين دي حبا شيخ روحان ديلا انو لكف تمايا حدي او كحنا قي هذا الكي شيخ ادمنا كلي اينو دهاي اهيد ورهوين كبور بورن اقور سنين يعني دقالكو واموكتا واسكا يمان كرا واسكا يري ريسي مالها لكن انو هو يوينك اقفو او يري هدو يعني ما اسليه انو وحو كتشوابي هذا الكيمونة لكن هدو او كتشوابي شوابتي ستاسو بكوها بونا الله مركا دنبا والاسلا ديل قرين لها ميال دحال الله يسوي ما الله لكن انو هو يوينك سوماليه دو اقفتو نلا فقادو قبدها اني اتكحنا اتشيسو هو يوينك مارك تايتو قلبي قوضو هوريسو runtii meel ka dhac weyn bay ku tahay anaga inagu tahay in wax la aqbali karana ma aha markii la gool aftamayo gabdhi iyo rag waa isdacaydeeyaan waa la kaftamaa wax walba la sheegaa de meesha ku haboon ha laga kaftamo meesha ku wanaagsan ha ma aragtay to hadalka laga yiraahdo wax qiimaha bulshada wax u dhimayaan ayaan lihiin gabdhuhu waa bulshadii hooyooyinku waa bulshadii gabadha Soomaaliyeed waa hooyada barito hooyada maanta gabadha shalay bay ahayd maanta waa hooyada maanta marnaba wanaag iyo qiimo mooyana wax kale ma ay lahayn gabdheena iyo bulshadeenaba aynu dhisanno gabdheena waxaan leeyahay dhaqanka toosiya akhlaaqda toosiya diinta ku dadaala kuwa maxaan ku idhaahdaayto شيطانك كحب بدينا ولله كيابو صنوبة وما لم تنيه